اعزائي مشاهدي قناه الطريق، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجنا خليك كول. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد شويه وهو بعنوان جوازه صيني. ناس كتير هتسالني يعني ايه جوازه صيني؟ هقول له يعني كل شاب وكل شابه بعد الجواز بيتغيروا، يعني دايما الشباب يقعد يقول ايه، مش دي الانسانه اللي انا حبيتها، مش دي الانسانه اللي انا اخترتها، مش دي الانسانه اللي كان في بيني وبينها قصه حب رهيبه قبل الخطوبه. ونفس الكلام البنت دايما بتقول كده، دايما بتقول مش هو ده الانسان اللي انا اخترته، مش هو ده الانسان اللي كان دايما حنان عليا فتره الخطوبه. ما تفهموش الناس بتتشقلب حالها ولا الدنيا بتتغير ولا كل واحد كان بيرسم على التاني قبل ايه، يعني قبل الخطوبه ايه. كلام كتير قوي هنعرفه النهارده مع استاذ احمد هاني، مدرب تنميه بشريه ومستشار اسري. ازيك يا استاذ احمد؟ اعمل ايه؟ تمام الحمد لله. العنوان شدني فانا حبيت اتكلم معاك فيه النهارده. انت طبعا اللي اخترت العنوان، استاذ احمد هاني اللي اختار العنوان عشان نبقى واضحين. طيب خليني بقى نبتدي كده فرق لنا طبعا الفرق. طبعا كل يعني البنات بيبقوا حاجه والصبيان حاجه، ايه الاختلاف وكل واحد بيفكر ازاي؟ جميل جدا، عشان برضو البنات يعرفوا الشباب بيفكروا ازاي والصبيان يعرفوا البنات بتفكر ازاي. هو احلى حاجه بيبقى في الاول كل واحد ليه اتجاه في فكره، وكل واحد ليه اتجاه في حتى طبيعته في الحب والتفكير والحياه وبكره عامل ازاي، يختلف الولد خالص عن البنت. فالحياه بتبقى بالنسبه للاتنين حتى طبيعتها جوه البيت مختلفه. تمام. فخليني الاول برضه اشكر حضرتك على الموضوع نفسه، ولكن جواز الصيني هي انتشرت دلوقتي بشكل فظيع. نسبة الخلافات زادت بشكل قوي جدا. ايوه فعلا، ونسبة الطلاق وكده بقى وكله بيضرب بعض بال يعني التكسير وكلام، سواء ستات بتضرب رجاله او رجاله بتضرب. لا ما بقاش في فرق صدق، كله بيمارس كله على كله. هو على العموم الرجاله بقت قليله ده دليل على انتصار المراه يعني. فخليني اقول لحضرتك ان الاختلاف بدأ من الاساس، بعيدا بقى عن النشأة والجزئية اللي هو بينبت فيها، ولكن طبيعة الراجل غير طبيعة الست النهائي. تمام. الغرب شكلوها ان هما من كوكبين مختلفين، وكتبوا في ان الرجل من المريخ والنساء من الزهرة. وفعلا في كتب، يعني في ناس كثيرة بتقرا الكتاب ده. انا لغاية دلوقتي ما قريتهوش. الاختلاف القوي ان الاتنين كل واحد في اتجاه بيثبت ان كل واحد حاجة مختلفة عن التاني. من ناحية ايه؟ من ناحية ايه؟ نفسيا وذهنيا وعاطفيا وجسديا. ماشي، هو جسديا معي، انا ماشي معاك في الموضوع ده. تمام. عاطفيا ماشي، البنت بتفكر بطريقه والولد بيفكر بطريقه ثانيه. البنت يعني دايما يعني ان هي الغلبانه، الكائن الغلبان، فبتدور على انا مع البنات بقى النهارده، فبتدور على يعني على ايه، على الحب والاهتمام والرعايه، ودايما البنت بتدور على الاهتمام. سبحان الله. الجزء الثاني لا، الصبيان بقى بيدوروا بقى على البنت الحلوه الجميله كده، مش كله بيدور على يعني، دايما بيدور على الشكل. يعني انا بشوف ناس كثيره كده. هو الافظع ان ما حدش بيبص ان بكره هيبقى عامل ازاي كتكوين اسره. بالظبط صح، ناس كثيره بتفكر كده فعلا، كله بيحسبها ان العاطفه هتفضل مستمره وعلاقتها تفضل زي ما هي والحب ده مستمر ولاف ستوري فور ايفر والكلام اللي البنات بتكتبه على الفيس ده. بالظبط، الى اخر العمر والكلام اللي هو الاحلام الورديه. لكن خلينا بقى نبص للاساس. الراجل تفكيره في الاساس بيبقى للارتياح الذهني، يعني دايما حاجه تهدي دماغي من ان هي بتفكر. عكسها هي يعني ايه؟ يعني هو عايز واحده ما تفكرش؟
اه هو عايز واحدة ما تفكرش، هو كرغبة. أنا مش بتكلم المفروض تبقى كده، لا يعني لكن فعلا. تفكيره بيبقى في كده. علشان كده تلاقي دايما الاتهام رقم واحد للراجل إن هو عايز يبقى السيد، وأنت كل حاجة أنت تؤمر والأوامر تنفذ وخلاص. هو مش كده بالظبط، ولكن هو عايز كل حاجة بالنسبة له تجاب، أو كل حاجة ليها أريحية ذهنية، يعني دماغه ترتاح من التفكير، لأن كل حاجة شغلة عنده تفكيره. طب خلينا نشوف المرأة. المرأة بالنسبة لها الرومانسية رقم واحد، مش الذهن بقى، يعني مش مهم دماغها ترتاح، ايوه صح، المهم تكون لكن قلبها مرتاح. ايوه صح. فتلاقي ان انا لو حضرتك تفتكري الترتيب اللي انا قلته، قلت ذهنيا، عاطفيا، نفسيا، جسديا. ذهنيا بالنسبة للراجل ده رقم واحد اساسي، لازم يرتاح ذهنيا، وهتلاقيه في باقي العناصر ممتاز. جسديا دي اخر حاجة انا راكنها خالص، لان جسديا ده الظاهر، ده اللي ظاهر قصاد الاتنين او قصاد الناس عامة، فده مش هو اللي هيشغل الموضوع. انت عايز تقول ان البنت بتفكر بقلبها والولد بيفكر بعقله. بالظبط. يعني هو حتى قصة ان هو ينتحر عشان خاطر واحدة، دي نادرا ما تكون، وساعتها بيبقى بالنسبة له وهم، يعني اكتر من ان هي واقع، تمام. لان طبيعة الراجل مش كده. طبيعة الراجل ممكن عاطفيا يرتبط بكذا واحدة، يعني تلاقي ان هو، انا بقولها دايما ان قلب المرأة للرجل الواحد، وقلب الرجل متر لا هو انفاق فندق. متر. تمام. طيب حتى في المشكلات اللي بتحصل بنلاقي بقى ان طبيعة الراجل بيفكر بالعقل برضو في المشكلة كمان. جدا. طب حتى الست المفروض تبتدي ترجع نفسها يعني. خليني اقول لحضرتك في اقوى المشكلات، انا دايما بشبهها للناس ايه، لو قلنا يعني لا قدر الله حاجه زي حريقه، وتشوفي الراجل وتشوفي الست، هاتي الست في الموقف نفسه بتاع الحريقه، وهاتي الراجل في الموقف بتاع الحريقه. الراجل ممكن للحظات يصمت ويفكر ويركز هينفذ ايه، اما هي اول حاجه تبتدي تصور، صح؟ يعني ما تلاقيش امراه دايما تجري تتصرف الا نادرا، زي الراجل اللي هو نادرا ينتحر عشان خاطر بيحب، بالظبط. نفس القصه نادرا لما تلاقي امراه تبدا ان هي تهجم على الحل. لا، الست عندها بيشتت تفكيرها، طب اتصرف ازاي، اعمل ايه، اروح لمين، اجي لمين، وهو بالنسبه له بيبقى ايه، ابتدى يطبق الكلام ده على الواقع بقى، ينفذ. تمام. يعني عاجبني قوي تفكير الكلام ده بقى، بس ده قبل الجواز. خلينا بقى ندخل على الجواز بقى وسنينه. يعني الوضع بتلاقيه يعني اتلخبط 180 درجة. اللي هو الجواز الصيني بقى اللي احنا ايوه، بنتكلم خلينا عنه، نتكلم عن جواز صيني. بيبني حياتهم على حياة وردية، حياة كلها دباديب وورد وسفر ومرواح ومجي ورحلات، وان انا اروح لهنا واجي هنا. فبيبتدي هو يفكر في الاهم هنقضي بعد حياتنا الجواز، كلها شهر عسل. بعد الجواز انا خارج على طول، بعد الجواز حياتي جميلة، بعد الجواز هفضل في لاف ستوري لحد بقى ما خلاص كل واحد فينا يسيب التاني ونحصل بعض. افلام اجنبي كتير. طبعا هي ليها تأثير، هي بتعيش في ده اقوى منه بكتير، عشان كده صدمة البنت بتبقى اقوى. بس خليني اكمل مع حضرتك الصورة. هو بالنسبة له بيدور على الراحة، يعني ان انا اخرج من البيت اللي انا فيه واروح للطرف التاني اللي انا بحبه، والاقي المقابل ايه، ان البني ادم اللي انا هكمل معاها هي اللي هتلبي لي رغباتي، وهي اللي هتساعدني، بالظبط. وهي بتفكر في ايه، ان الشخص ده الرومانسي اللي هيديها الحب ويديها العاطفة، وهو الامان الراحة وده ايه ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه ولا فاللي بتلاقي الدلة ولا بتلاقي الحيطة بالنسبة لها هي. فبيحصل الجواز وبيروحوا البيت تمام. وبيبتدوا شهر العسل يقضوه زي ما هو ايا كان، هو زي الخطوبة بالظبط. بالظبط بيبقى بالنسبة لأي حد إن هو شهر، لكن ما بيكملش أسبوع، ما بيكملش أسبوع، لأن الاتنين كل واحد ليه نشأة مختلفة، فقوة المفاهيم بتتضرب أول مرحلة في الجواز. يعني لازم في الاتفاق، وده شرط بنقوله للناس في اختيار شريك الحياة، حط أساسي إن أنت توصل للتاني مفهومك إيه عن العلاقة فيما بعد. يعني هل هنفضل في الحب ده مستمر؟ طب إيه الشروط؟ طب إيه الأخطاء اللي هنقع فيها؟ لكن ده ما بيتقالش، خليها هي ماشيه كده وزي ما ترسى. يعني ايه الاخطاء اللي هنقع فيها؟ يعني اقول من لك ناحية ايه؟ يعني المفروض ان انا اقول له احنا هنغلط بعد كده في كذا. احنا فينا عيوب، صح؟ تمام. محدش فينا بيعترف بعيوبه للتاني،
او محدش بيعترف بعيوبه اصلا. اه تمام. بس الشخص اللي هيبقى شريك حياتي ده هو مكمل ليا وانا مكمل ليه، لازم اقول له عيوبي. لازم انا اقول له عيوبي وهو يقول لي عيوبه، لان احنا هنكمل حياتنا مع بعض، مش شركة بعد فترة تنفصل وخلاص كل واحد بقى يروح لحياته، لا دي مستمرة، ده لو انا عايزها تستمر، لو انا عايزها تستمر. فاذا طالما انا شخص عايز احافظ على بيتي، يبقى من الاساس اذكر عيوبي قصاد الاخر، فالاخر هيذكر عيوبه. خلينا يا شباب لحضرتك لما تيجي تقولي لحد على امتيازات فيكي او تحكي عن اي موقف انت عملتيه، بتلاقي رد الفعل ان هو بيقولك وانا كمان حصل معايا كذا كذا كذا. صح، يعني زي ما بقول هو بيبقى عايز يقول كمان اللي عمله وانجازاته في حياته. بالظبط. لكن ما بتبقاش ظاهره بقى، يعني لو جيت قلت ان انا عايز اقول عيوبي، مش هقول له قول لي ايه الوحش اللي فيك او ايه اللي بيضايقك، طب ما انا هقول حاجات بس في حاجات لا. فتلاقي في حاجات مقبوله في وقت الخطوبه الطرفين بيضحوا بيها، مفيش مشكله تعدي لحد ما نوصل للبيت وبعد كده نتصرف. ما وبعد هنتصرف دي بقى ما بتبقاش ليها حل. هي دي الكارثه بقى، ان انا ليه سكت من الاول وتغاضيت عنها؟ ما انت مش مضحي، انت اقنعت نفسك انك بتضحي عشان تسعد الطرف الثاني، بس بعد كده انت تفضل تضغط تضغط تضغط، وفي الاخر هترجع ايه تفكر فيها تاني. فهي نفس الفكره، ان المفروض ان البني ادم يصارح الشخص اللي معاه علشان لما يبتدي يروح للبيت يبقى الاتجاه سليم. طب تمام، يعني الافكار حلوه قوي، وكل ده ويعني بسبب اللي حضرتك قلته ده ان كل واحد بيبتدي يشوف التاني بقى ايه، ده مش دي الانسانه اللي انا حبيتها وده مش ده الانسانه اللي انا اخترته. ايوه هديكي تمثيل بسيط لموقف بيحصل في اغلب البيوت، ان الولد متربي في اسره ان الاساس فيها ان الراجل ليه كلمه وهي اللي درجة على على البيت، البيت كله وكله بيسمع وكله تمام، وسمعا بيتكهرب، وطاعة. كله بيتكهرب اول ما هو بيقول الكلمه وبيجري مكانه. فدايما كانت الام بتلبي الرغبات اي كلمه بيقولها، تمام حلوه جميله، بتجامله وخلاص. هو منتظر كده في البيت بقى التاني. بالظبط. واتفق هو وخطيبته ان الدنيا تبقى بيس، رغم ان هو بيضحي بحاجات كتير، وهي كانت دلوعة باباها، فكانت دايما باباها ما بيزعلهاش ولا بيزعل لمامتها ولا لاخواتها، شخص طيب بيتعامل، مش معنى كده ان التاني وحش، ولكن كل واحد ليه طباعه. فتخيلي حضرتك الاتنين في ما يجمعوا في مكان واحد. ماشي. اول اسبوع جواز بيعدي كويس لان كل واحد فيهم بيساعد التاني. طب خلينا الاسبوع اللي بعديه اللي هو نازل الشغل. هي مستنية يقول لها حاضر، وهو مستنيها تقول له حاضر. بالظبط. فرد الفعل يقول لها مثلا الزرار بتاع القميص طاير، هو ليه مش مكوي، او ايا كان بقى التعليقات بتاعت رجالة. المتجوزين دي. هيبتدي يقول لها فين الحاجه اللي انا كنت شايلها، تقول له ايه في المكان الفلاني. طب فين الفطار، انت كنت بتحضري الفطار عندك موجود. يبتدي يلاقي ايه ان هي بترد عليه وهو ده ما كانش بيسمح له في البيت. طب انت بتترد عليا ازاي كده، ما تقومي حضري الفطار، وهي مش متعوده على اللهجه دي لان باباها كان بيدلعها صح، ما كانش حد بيزعلها. فتبتدي تقول له ايه، انا ما حدش كان بيعملني كده قبل كده، انت بتتكلم معايا كده ازاي. يحصل التضارب ده ليه، لان هما في الاساس ما حكوش مفاهيمهم ايه وكل واحد رغبته ايه او كل واحد حياته عامله ازاي. لا ده انا لازم اصارح ولازم اعرف نشأته وبيته ماشي ازاي، لان ده تفكيره ودي حياتي، لان بدمج حياه الاخر بحياتي، فلازم علشان ادمج الاتنين ببعض ابقى عارف الجهه التانيه عامله ازاي. طيب خليني اقول لك، يعني انا طرحت مشكله اللي هي مشكله الشباب المتزوج اللي مش بيبقى قادر يفهم الاخر، كل واحد مش بيبقى قادر يفهم زوجه او زوجته، وبيبتدي ان هو يحصل من خلالها مشاكل ممكن توصل لحد الطلاق لا قدر الله، او الانفصال، او الخلافات اللي بتبقى ناتجه عن الاطفال بيشوفوها تمام. فبيأثر عليهم في حياتهم بعد كده، ممكن يطلعوا اطفال مش اسوياء. طيب انا عايز اعرف ايه علاج الموضوع ده عشان يستمر الحب، يعني اكيد مش كل الناس كده، واكيد في ناس نجحت ووصلت ان هي تبقى جدود ويبقى ليها احفاد والعلاقة ما بينهم علاقة حب وكأنهم اتنين يعني لسه في بداية حياتهم دايما. يعني انا كنت بشوف ناس كتير قوي كبار في السن، الراجل العجوز قوي 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 بيحب مراته جدا ويهتم بيها، ولو تكون تعبانه بيعمل هو مكانها الاكل، والعكس صحيح. يعني اجدادنا نجحوا في علاقتهم، احنا ازاي نقدر ان احنا ننجح في علاقتنا ويستمر حبنا، خاصه يعني
انا مش اتكلم عن الخطوبه والحب، احنا اتكلمنا قبل كده فيها في حلقات، بس انا بتكلم بقى النهارده بحط ايديا على اول طريق جواز. تمام. ايه هو العلاج؟ العلاج باختصار الحب اللي دام ما بين جدودنا اللي احنا افتقدناه دلوقتي، ان كل واحد فينا بقى يحسبها ازاي اخد المقابل من الطرف اللي قصادي. يعني انا بشيل لك الاكل بتاعك، يبقى المقابل ان انت تجيب لي هدية. انا بعمل لك حاجات كويسة، يبقى انت المقابل تعمل لي زيها. انا بقول لك كلام حلو، يبقى استنى منك المقابل. بس مفيش حد بيعرف التاني حياته ماشية ازاي، او طبيعته كراجل او كامرأة ماشية ازاي. الراجل طبيعته ان هو صامت، وتعبيره عن تفكيره في مشكلة بالصمت، فدايما تلاقيه قاعد بيحلل مع نفسه وما بيتكلمش، مش عايز ازعاج. المرأة العكس، لا عايز تتكلم، عايز تتكلم. لو ما كلمتش يحصل حاجة. متضايقة او فرحانة بتتكلم، فيدوله هو اللقب ان هو اخرس او مصاب الخرس الزوجي، وهم يدوها لقب ان هي صرصارة او بتتكلم كتير مزعجة. طب ده مش كده. لما هي بتيجي تتكلم معاك كتير، اعرف ان عندها مشكلة. ولما هو ساكت ومش عايز يكلم حد وقافل على نفسه، سيبيه ان عنده مشكلة يعني وبيدور ايه لها. حضرتك عايز تقول ان انا لازم احترم خصوصية زوجي؟ بالظبط، انا لازم اعرف الطرف التاني محتاج ايه. ما هو في احتياجات لكل طرف، فيهم ليه احتياجات. هو محتاج حاجتين، محتاج ان هي تبقى انثى، وفي نفس الوقت محتاج ان تديله الحرية، الحرية في التفكير، الحرية في التعبير، الحرية في الوقت، الحرية. يعني دايما الستات عندها مشكلة عويصة قوي، انت عمال تخرج مع اصحابك كتير وما بتخرجش معايا، صح؟ دايما دي المشكلة اللي بنسمعها مستمرة، انت عمال تخرج وتروح وتيجي وسايبني انا في البيت. هو بالنسبة له مش ترفيه على قد ما هو تفريغ للمشكلات اللي في ذهنه. يعني الراجل علشان بيعتمد على العقل في تفكيره دايما في المشكلات، عكس المرأة. المرأة دايما تلاقيها ان هي محتاجة للعاطفة والكلام، محتاجة امان. يعني امان في الرعاية، ان هي يبقى موجود حتى ولو بينهم مشكلة، يبقى موجود في البيت ومفيش بقى بينهم اي تواصل، مش مشكلة بس موجود. عشان كده طلع المثل اللي هو ظل راجل ولا ظل حيط، هي قصدها ان هو يبقى موجود، حد يبقى موجود وخلاص، يديها الامان، احساس بالامان. وفي نفس الوقت محتاجة منه الكرم، كرم ان انت تتكلم معاه، كرم معنوي وكرم مادي، مش كرم بس ان هو ايه كلام وخلاص، لا ده محتاجة افعال. حط لها يوم في الشهر ان انت تخرج معاها، اعملها من جدول اعمالك ان هي ليها يوم. كان في كتاب في علم النفس بيقول يعني يا ريت ان كل زوج وزوجة يعني يمشوا على ما يسمى بالاجازة الزوجية. فهيك ملفتت نظري، يعني ايه اجازة زوجية؟ يعني اكتشفت ان هي المفروض ان كل واحد يدي حرية للتاني ان هما يقعدوا ويقولوا مثلا انا دلوقتي زعلانة منك الاسبوع اللي فات عملت كذا وكذا وكذا، بس فرحانة عشان انت عملت كذا وكذا. يبقى في جلسة يعني كل اسبوع، جميل، فتحس ان الاسبوع انا بعمل ما افضل عندي عشان مش عايزه اطلع غلطانه في الجلسه دي. ايوه. هي معناها كده يعني، فعجبتني قوي الفكره، يعني كل اسبوع اعمل كده فتبقى العلاقه كويسه يعني. فكرة تحفة جدا. احنا بنعملها بقى بشكل تاني. قولي بقى. بنيجي نقول ايه، ان احنا عندنا جزئين. الجزء الاول بجيب زي اجندة او كشكول خاص بيا كل واحد فيهم، وفي الغالب المرأة بتفضل ده اكتر من الراجل. يعني تلاقي دايما الانسات والسيدات بتحب ده اكتر من الرجال. حابة تكتب الأخطاء. فهقول لها سجلي فيها الاحداث زي ما هي، يعني اللي جرت طول اليوم، سواء مشكلة أو كلام عاطفي أو حتى مشاركة ولو بسيطة. قاعد معايا اتفرج على التلفزيون، اكتبي دي، سجلي اليوميات، وتعالي كل يوم جمعة آخر الأسبوع، تمام. وابتدي امسكي الأجندة بتاعتك دي وفرغيها على حاجتين، ايه إيجابيات وسلبيات؟ وسلبيات، وشوفي أنهي الأقوى وحصل ليه. يعني لو سلبيات أقوى حصلت ليه، إيه اللي خلاها يمكن تكره العيب كده؟ مني مثلا بالظبط. كزوجة. ونعمل قاعدة المواجهة اللي حضرتك برضو بتقول عليها، بس أنا بديها له مفصلة. خد الإيجابيات بتاعتك والسلبيات أنا هتغاضى عنها، مش هوريها لك، بس حصل كذا 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 كذا، وكنت عايز أعرف أسبابه. لأن في نفس اللحظة وهي بتقول السلبيات دي، هتلاقيها في إيجابياته. هو دايما ده اللي بيحصل، بنكتشف إن هو عملها بحسن نية، هو ما كانش يقصد إن هي الناتج ده. فبيتفاجئوا إن الاتنين أعمالهم اللي هم عملوها بالغلط، هي في الأساس كان النية بتاعتها إن هي كويسة، إن هو يعمل حاجة كويسة،
لكن الاداء بتاعها هو الغلط. الامر ده لو اتكرر، مش هقول اسبوعين، لو مره في الشهر، لان دلوقتي كله بقى بيقول وقتنا ووقتنا والدنيا صعبه ومفيش وقت والكلام ده كله، لا خليها مره في الشهر، اقعدوا مع بعض تحاسبوا. هو بنسبه كبيره اللي هتفتكر كل لحظه المراه، اما الراجل هينسى. هينسى ليه؟ صح. فحتى دايما بنقول للست لو انت عايزه تقضي على اي مشكله، لو الراجل حتى رزع الباب ونزل وهو متضايق، لما يرجع ما تديلوش الوش اللي احنا عارفينه ده. الوش الخشب. ايوه. لان هو بيكون بنسبه كبيره نسي، او نزل يشغل وقته مع زمايله، فالناتج ان هو رجع نسي هو كان ايه المشكله بالظبط وتفاصيلها، لكن هي اللي بتفكره. او ما بيرجع يلاقيها ما شاء الله صح. على كله، ايوه هي بتفكره صح. فخلاص لا ده انسي ان هي تمت المشكله وكملي، هتلاقي ان هو بيكمل اليوم عادي وخلاص. ان حتى في طرق الاعتذار ما بين الراجل وبين الست مختلفه. تمام، حلوة طرق الاعتذار عجبتني. طيب خليني اسألك شوية اسئلة بقى. يعني في بعض الشباب بيلجأوا ان هم يتعرفوا مع الجنس الاخر بغرض الارتباط من خلال مقابلة يرتبها احد الاصدقاء مثلا. جميل. خلينا اقولها باللغة العامية، يعني الموضوع ان في شباب بيدبروا مثلا ولنكن خروجة مع بعض كاصحاب، في واحد فيهم هو رايح الخروجة دي علشان عارف ان فيها بنات عشان هو عايز يرتبط. تمام. ممكن الموضوع ده ما يكونش خروجه، ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون في مكان الجامعه وليكن. طيب الموضوع ده بقى بيؤدي الى جواز صالونات. جواز صالونات ايام اجدادنا كان ناجح، لكن حاليا بقى في عمليه وسيط. الوسيط ده اللي هو مثلا انا الخطبة هعرفك، بتاع زمان. الخطبه، زي ما بيقولوا كده. طب هل الوسيط ده بيدي لعملية الجواز أقل، يعني تبقى أقل نجاحا؟ تمام. ناخد حتة حتة من السؤال ولا أنا حاسة سؤال لا لا كبير لا أوي؟ لا، ما هفصص. هنفصل. طيب خليني ابدا مع حضرتك ان النقطه في الاساس بتبدا ان الوسيط، او ممكن مش وسيط، ده انا اللي خليته وسيط. انا قلت له مثلا معجب بفلانه، فانت الوسيط بتاعي، لا، في واحدة شوفي لي عروسة. او شوفي لي عروسه، صح. ما هو اللي بيوصيها بقى، تمام. فاذا انا اللي خليته وسيط بالاكراه، هو مش وسيط. فانت مش واثق للدرجه ان هو هينقي الاختيار. الوضع مختلف ما بين الراجل وبين الست حتى في دي. يعني لو هو قال ان عايز وسيط علشان يوصل لفلانه ان هو يرتبط بيها، عكس ما هي تبقى في بنات دلوقتي بتعمل العكس، ان هي تتواجد في المكان ده علشان ترتبط بفلان هي اخترته. ما اقصدش ان ده غلط، ولكن اقصد ان هو ايه الاختيار في الاخر، هي اختارت بنقط العاطفه في الاعجاب، شكله، طريقه صوته، رومانسيته، شهمته، مرؤته، تعامله مع الاخرين، بتبتدي تحسبها حسابات تانية، حسابات ترسم عن طريقها ايه بكره عامل ازاي معاه. صح. هو مش كده، هو لما هيجي يبص للمرأة بيبص لها ايه، شكلا، جسدا، اخلاقا، تربية، بيبتدي يحسبها 1+1=2، وبعد كده يشوف الرومانسية عندها، لكن ولا حتى يرسمها في خياله ان هي ايه رومانسي. زوجة المستقبل وحياتنا بكرة عاملة ازاي. لا لا، ده هو ممكن الحياة الوقتية اللي هو اليوم بيومه او الفترة دي. انت عايز تقول ايه؟ ان احنا مشكلتنا ان احنا بنبص على دلوقتي، ما بالظبط بنبصش على بكره. هي بالظبط دي مشكله اي حد، مش حتى مش في الجواز بس. بالظبط، حتى في الاختيار اللي هو بقول عليه الجواز المقنع او جواز الصالونات، تمام. اللي هو دلوقتي بقى مقنع، لكن اللي هو اختيار شخص بنفسه راح للبيت علشان يرتبط بفلانة من غير بقى ما يدخل حد، ولا لان الجواز ما فيهوش خجل، انا عايز ارتبط بفلانة فانا بروح لها لحد البيت، قبلت او قبلت او رفضت، فاذا الناتج بالنسبة لي ايه، خلاص ده اللي انا رايح له بدون عاطفة. لكن وضع الوسيط، الوسيط بيستمر حتى بعد الجواز، وممكن يساهم بعد الجواز بمشكلات كتير. صح. فبتلاقي انا اللي غلطان، انا اللي اخترت، ما كنتش اعرف ان هو كده، او ما كنتش اعرف ان هي كده. او هدى عليكي وان انت اللي جبتي لي العروسه والكلام ده. صح، فعلا بيحصل يعني. ممكن يكون اعز اصحابي وبخسره بسبب ده. فاذا الوسيط ليه دور، دور جيد، بس دور بعد ما انا اقيس كل حاجه، عايز اوصل للمكان فعايز العنوان التليفون، محرج ان انا اخده صراحه، يبقى دوره بسيط. خلي الوسيط يبقى دوره محدود، ما بقاش
مساحته اكبر ان هو شريك معايا في الجوازة، لكن غير كده بشوف ان هو بيخسر اكتر ما هو بينجح يعني. طيب خليني اقول لك بعد كده، في دايما زي ما انت قلت في شابة بتنجذب الى رجل وتشعر بعاطفة ايجابية نحوه، وبتستطيع بالصورة انها تتفاهم معاه، ولكن هو مش يعني مش امكانياته المادية مش مناسبة مش كويسة، ولكن ممكن تلاقي واحد تاني امكانياته المادية كويسة جدا، ولكن هي مش بتنجذب اليه بالقدر الكافي اللي بتنجذب ليه بالولد اللي هو امكانياته مش كويسة. تمام. هي دلوقتي في وضع حيرة، لان كتير جدا من مشكلات الجواز بتبقى قايمة على العلاقات المادية. هل فعلا الموضوع ده صح؟ هل علاقة المال بقت رقم واحد في حياتنا؟ أقول لحضرتك قصة عيش العصفورة يقضينا، واللومة اللي قد كده تعيشنا، وهعيش معاك في العشاء. صح. الكلام اللي هو بتاع حسين صدقي وليلى مراد ده خلاص ما بقاش موجود، بقت الحياة الريتم بتاعها سريع. ايا كان الظروف الاجتماعية اللي بتمر فيها كدولة او كاشخاص ملهاش علاقة باللي جوه البيت، ولكن النظرة العامة بقيت بركز على الكل عايش ازاي، تمام. وهي دي بقت تعمل مشكلة، هي دي اللي بقت تخلي البني ادم لازم يبقى في احتياج لمال. احنا عندنا بنقول في الاختيار ديني ثقافي اجتماعي، حتى ال النشأة عاملة ازاي، فتلاقي الشخص اللي عنده النشأة في الاساس من البيت على قناعة ان هو يكمل ازاي بتبقى كويسة جدا، اما الشخص اللي هو ما عندوش قناعة ودايما باصص لغيره فبيتعب كتير في الحياة. فالمادة حاليا بقت رقم واحد، لو امكانياتي انا ضعيفة والطرف التاني امكانياته ضعيفة اذا متقاربين فالناتج كويس مظبوط. تمام. هنكمل سوا، لكن هاتي ان الزوج ثري والزوجة اقل ماديا، الحياة هتبقى ماشية ولا مش ماشية؟ هتبقى ماشية ماشي، بس هتيجي في جزء هيبتدي ان مع اقرب مشكلة هيبتدي يحصل صدام، من ناحية ايه؟ صدام ان هو متحكم بالمادة، صدام ان هو الاسرة مختلفة عن الاسرة، صدام ان الطبقة مختلفة، فدايما المادة بتعمل حساسية، ولو هو ما اتكلمش في ده فهي هتاخد اي كلمة منه تحسبها. بس ده لو الوضع الاجتماعي يعني مثلا أسرة أقل مثلا وأسرة أعلى. مش اعلى قوي يعني، ما اقصدش ان اجيب حاجة في ليفل 10% والتانية 80%، انا كده عملت فجوة، فاي كلام هيبقى حساس، تمام. يبقى اذا المادة هنا دمرت حتى الحب لو كان موجود بتدمره، فالمادة علشان ارتبط بحد المشكلة المادية بتعمل عائق كبير. لو المسافة قريبة ما فيهاش اي مشكلة، حتى لو الانثى اغلى ماديا يعني او معاها فلوس اكتر من الراجل دي ما فيهاش مشكلة، بس لازم يبقوا متقاربة ما تبقاش بعيدة. تمام. حلو قوي. طيب في ناس بتقول ان الحب بيجي بعد الجواز. الحب بيجي على الجواز؟ لو ما كانش فيه حب قبل الجواز لو ما كانش في حب قبل الجواز. ده انا مش بقول احصائية ثابتة، ولكن اللي انا شفته من تجارب اشخاص يعني اللي هما بيبقوا حابين بعض 3 4 سنين وعايشين الحب ده قبل ما يدخلوا البيت، فبتلاقي حياتهم بعد ما يدخلوا البيت ان خلصوا كل الكلام العاطفي، خلصوا كل كلام التليفون، خلصوا كل الهدايا، ما بيلاقوش حاجة يعملوها. لكن هاتي العكس اللي هم اشخاص اتعرفوا على بعض في مدار اسبوع او شهر وبعد كده راحوا من ارتبطوا، فكان الناتج ان بعد الجواز لسه عندهم كلام كتير، عايزين يتعرفوا على بعض اكتر، عايزين يعرفوا صفات بعض، امتيازات بعض، ايه حياتنا تمشي ازاي. تمام. طيب في حد بيقول انا عايش شريك بلا علاقة سابقة، ازاي اتأكد من شخص ما كانش ليه علاقة قبل كده علشان انا يعني زار عنده عقدة حاجة زي كده يعني، بلا ماضي يعني، هو مش عايز حد عنده ماضي. تمام. اصلا من اساسيات العلاقه ان ملناش دعوه بالماضي، ملكش دعوه بما قبل، انت تحاسبني على من بعد ما نبدا. من ساعة ما ابتدينا. الماضي ده ما يخصكش يعني، انتهى هو خلص. لو انا اديت الفكره بتاعه الماضي ان كان ليه علاقه بشخص واحد، مش هقول الاشخاص، بشخص واحد، هيبتدي التفكير ان كل ما يجي مقابلة وموجود فيها الشخص ده ابتدي
الشك والظن يشتغل. ايوه، والغيره بقى. اه بالظبط. لكن انا لو انا ماليش علاقة بالماضي خالص ولا ليه علاقة بالاشخاص، او هو شخص وخلاص بدون ذكر مين ولا تفاصيل، لكن دايما اللي بيحصل ايه؟ لا ده انا عايز اعرف كل حاجة وعايز اعرف التفاصيل ايوه صح، ومين ايوه وكنت بتروح فين ويقرب ولا ما يقربش ومعرفة ولا مش معرفة صح، ومن الجيران ولا مش الجيران. ايوه مظبوط. فتلاقي في الاخر ان هو كل ما يروح للمكان اللي هو متواجد فيه الشخص ده او في محيطه على حسب الكلام بيبتدي يحصل الشك. فالشك بيدمر اي علاقة، وبالنسبة للراجل قاتل، وبالنسبة للمرأة يعني ممكن تتسامح فيه اكتر. صح فعلا. طيب في شاب بيحب بنت قبل الجواز، وكل واحد راح لحاله واتجوز بنت تانية، لكن لسه بيفكر في البنت الأولانية، يعني علشان هو شافها. لا بص، خلينا نقول من غير ما يشوفها، اللي هو بيفكر بس، تمام، هيحصل أكيد مشكلة. 100%. وناتج عن ايه؟ ان هو حتى بيفكر فيه، تفكيره في واحدة تانية اذا قصور مع اللي موجودة معاه، ان هي اثرت في الايه احتياجاته، فكان رد الفعل ان هو بيبقى مش واخد ولا بيدي معاها زي ما كان بيتكلم مع التانية. طب حتى التواصل بالنظرة بالعاطفة بالاحساس بالخروج، كل ده مش قادر يديه للتانية. ليه؟ هي مش بتديله نفس المشاعر بتاعت الأولانية. بس عايز أقول لك حاجة، إن ده بنسبة كبيرة في الرجال مش موجود. يعني الراجل بطبيعته ما عندوش قصة إن هو يفضل متمسك بحب الماضي زي البنت. تمام. البنت ممكن إن هي تفضل متمسكة بيه حتى لو بعد عشرات السنين، أما الراجل ما عندوش القصة دي. حلوة قوي. طيب نيجي نتكلم عن لو هو شافها بقى. اما هنا الكارثة، لو هو شافها والتانية مقصرة كمان في حقه اللي هي اللي معاه، بيبقى ممكن يلغي أي حد في الدنيا ويكمل مع دي. هو نقطة عنده نقطة ارتياح، زي ما قلت لحضرتك ارتياح ذهني، فاللي هي الأولى اللي كان بيحبها شغلاله شغل ذهني، عاملاله هنا جزء، واخدة جزء من دماغه، تمام. واللي معاه حاليا واخدة جزء بس ضعيف، فمش قادرة تديله حقه. فبيكون رد الفعل بالنسبة له ان هو اول ما بيلاقي اللي كانت فاهماه من وجهة نظره او كانت بتريحه في كل حاجة، بيبقى بالنسبة له خلاص اللي موجودة دي دلوقتي مش طايقها، خليني ارجع للماضي افضل، لان كان في نقطة ارتياح، مش قصة عاطفة ولكن ارتياح. هو بيرتاح المكان اللي هو بيريحه فبيروح. بس لكن المفترض علشان انا اعرف ان الشخص ده كان ليه علاقة في الماضي اعالجها ازاي، اعالجها ان انا اعوضه عن ما فات، ان انا ابقى الشخص البديل باقوى. صح، مش بأضعف. بالظبط، لازم ابقى اقوى منه، ما اقللش يعني. صح، ما قللتش مني. طيب لو في 2 متزوجين من حديثي الشباب، ولكن في تداخل من الأم، أي كانت حد، الحمى. مش عايزة أقول الكلمة، مش عايزة أقولها ككلمة يعني. حموات فتنات برضو غلطة حد فيهم في الأزواج. خليني أقول لحضرتك إن أي حاجة أنا مسؤول عنها لازم أتحمل العاقبة بتاعتها. من ناحية ايه؟ من ناحية إيه؟ حياتي عاملة زي الكنز، ما ينفعش أي حد يكون معاه المفتاح. ينفع حضرتك تكوني حاطة ثروتك كلها في صندوق وتدي مفتاح لكل أصحابك وكل جيرانك وكل واحد من أهلي وواحد من أهل زوجك؟ ما ينفعش، هيبقى في الاخر صندوقك ده فاضي. تمام. نفس القصة، حياتي ومشاعري وعاطفتي مع الطرف التاني يبقى مقفول عليها، مفتاحي معانا وهو بس، محدش تاني. يعني مهما كلنا في بعض وقطعنا في بعض محدش يعرف حاجة، تمام. لان لو خرجت بره القصة بقت متاحة للكل ان هو يقدر ينفذ، ان هو يقدر يتداخل، ان هو يقدر يجامل من عنده. وطبيعي ان كل واحد بيحامي للطرف اللي هو صح، يميل ليه، تمام. فابني مش هاجي عليه علشان خاطر الطرف التاني. فهنا بتحصل الكوارث كلها، تداخل الآخرين يدمر كل علاقة موجودة. الأفكار دي حلوة. طيب لو الموضوع مش في إيديهم، مش في ايدي مين؟ يعني مش في إيد لا الزوجة ولا الزوج، ولكن بيحدث تدخل. ما هو التداخل حصل ازاي؟ اما ان انا عملت مشكلة قصادهم، ظهرت طب قصادهم، افرض هما بيسألوا من غير مشاكل، يعني مثلا سؤال كتير، ما زن. فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. زي زمان، زمان ليه عاشوا واستمروا كده؟ ما كانوش بيقولوا لحد على حاجة.
هي مثلا لو كانت أمينة اشتكت لمامتها من سي سيد، كان سي سيد فضل سي سيد؟ أنا بدي مثال يعني، ولا أي واحدة من التراث اللي عندنا كله اللي احنا بنفتكره، مش هتلاقي دايما في حياتنا احنا الشخصية الجدود لو كانت الجدة بتشتكي لوالدتها ما كانتش الحياة استمرت لحد آخر لحظة في حياتها. احنا مشكلتنا ان احنا بنبوح للآخرين باللي عندنا، زي ما قلت لحضرتك الكنز بتاعنا بقى مفاتيحه مع الكل، فإذا الكل بيشاركنا فيه وبيقدر يتدخل فيه. طبيعي ان لما حد يسأل انا اقول له كويس، حتى ولو كانت نبرة صوتي متغيرة او مش عارف ان انا اغير ادائي، فانا بقول له كويس. بعد فترة هو بالاكراه مش هيسأل تاني، انا احس ان انا فعلا بقول له ما تتدخلش، لكن اللي بيحصل ايه؟ ان انا بضعف، بروح قايل له ولو عشان احنا محتاجين نتكلم. حلو. انا ما بقولش عيب ان انا اخد الخبرة من حد، ولكن مش حد قريب قوي، لان القريب قوي مش هيفيدني اذا كنت انا غلطان ولا لا، تمام. واللي هم من الدرجة الأولى دايما هيجوا في صفي، يستحيل الأب أو الأم إلا نادرا اللي هم يجوا يقولوا لابنهم لا أنت غلطت في حق فلان ارجع له، نادرا ده لما بيحدث، خاصة في الشرق يعني. هو عموما التفكير الشباب المتجوزين في الوطن العربي او في الشرق الاوسط كله بيختلف عن تفكير الغرب بكتير. كتير كتير. انت جربت ولا ايه؟ لا 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 يعني عشت مع حد من بره؟ لا لا لا، هم يعني قابلت ناس كتير. الغرب عندهم العاطفة سواء ولد أو بنت بيركنوها، بيحسبوا كل حاجة بالعقل، وبينجحهم جدا في علاقتهم، يعني تلاقيهم في الارتباط بيفكروا 100 مرة قبل ما يرتبطوا، تمام. يعني حتى إن كان متاح ليهم إن هي تبقى علاقتهم مستمرة قبل الجواز الفعلي، فبتلاقي العلاقة ليها حسابات تانية مختلفة، وبعد كده يقرروا هل ينفع ان احنا نتجوز ولا ما ينفعش. بس يوم ما بيتجوزوا بيبقى نادرا لما تلاقي حد منهم انفصل، تلاقيهم يستمروا لحد اخر لحظة. ليه؟ لان قاسوها بالعقل، حياتنا هتنفع مع بعض ولا مش هتنفع، تفكيرك واتجاهك ونشأتك ماشية معايا ولا مش ماشية، ثقافتك ومركزك الاجتماعي مادياتك امكانياتك عامة متماشية معايا ولا لا، نفعت خلاص بنكمل، ما نفعتش ما بنكملش. لكن هنا احنا بس علشان القلب ادى المؤشر البسيط، فابتدي اتحرك او اعجب بالطرف الثاني، وبعد كده بكمل بقى وانا وحظي زي البطيخة كده. فبيكون الناتج ان في الاغلب او في الفترة الاخيرة دي علشان اعجاب بس، وبدأت اقتنع بالشخص كفكرة، بكمل حياتي وبتفاجئ بعد كده بحاجات كتير. لا ده انا لازم اعرف كل حاجه في تفاصيله في فتره الخطوبه، يعني انا مش معنى ان انا مرتبط بيه كده كعلاقه يبقى منظر وخلاص، او ان احنا نخرج وخلاص، او ان احنا نتفسح او نعيش الحياه اللي هي الجميله اللي احنا نفسنا فيها وبس. لا ده احنا بنحط خطه ان ازاي مستقبلنا يفضل كويس. لا بس هي الافكار دي حلوه، يعني هما بيفكروا بطريقه واحنا بنفكر بطريقه تانية، يعني احنا يا ريتنا احنا نص تفكيرهم يعني. ايوه انا ما بمنعش ده، انا بقول يا ريت نوصل لده، يعني نوصل لده، بس بيبقى في علاقات احنا كشرق اوسط بس ما من... البنات المتزوجات او الشابات المتزوجات دايما بيحسوا ان هما مظلومين في المجتمع. مظلومين والرجاله. مظلومين. مظلومين برضو. والله كل واحد معتقد انه مظلوم لوحده. لا يعني بجد، يعني دايما الست دايما حاسه ان هي الجانب الضعيف، اللي هي دايما مظلومه في حياتها الزوجيه، ويعني الخطوبه يعني مش واخده راحتها، ده في مصر. والجواز بجد. مين في مصر؟ لا يعني هقول لحضرتك على حاجه، انا هقول لك حضرتك خاصه في الريف، تمام. يعني انا في كنت في يعني في الجامعه بشوف ناس كثيره جدا بنات ريفيه حاسه ان هم مظلومين، حاسه ان هم يعني صفر على الشمال، تمام. يعني انا حاسه اني مش شايفه نفسها حياه عاطفيه ناجحه ولا حياه عمليه ناجحه ولا اي حاجه يعني، فما بالك بقى حياتها في الجواز يعني. حلو. احنا هي الطباعة الشرقية رقم واحد، وخاصة اللي هي بقى هنقول المصرية، واللي هي لو جينا كملنا أكتر وقلنا في الجنوب عندنا سواء الصعيد ده أو غيره، لأن دايما اللي هو الجانب التاني اللي هم البحري زي ما احنا بنقول بتلاقيه عايش أفضل شوية أو تفتح بشكل أكتر كتير من وجه قبلي عامة، فتبتدي الاتجاه بتاع
الصعيد ليهم طباع مختلفة، بس رغم ان هي احنا شايفينها ان هي مظلومة، هي عايشة سعيدة. يا رب. هما بيقولوا كده. بنسبة كبيرة التألم بتاعها امتى يحصل؟ لما تبتدي تقارن نفسها بالبنت اللي عايشة في المدينة او في الحضر، ايوه صح. هنا يحصل لها الصدام. لكن لو هي في بيئتها ومقفول عليها زي ما كانت، هتلاقي ان عيشتهم هم ايه بقى، بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان البنت الريفيه بتبقى اكثر نجاحا في الحياه الزوجيه من البنت ال ما هو ده اللي انا اقصده بقى. ليه؟ عندهم اسس اقوى من اللي عندنا، فتلاقي الاساسيات اللي عندها اللي اتحطت لها في النشأة بتاعتها ثابته معاها ومكمله لحد الاخر. تلاقي البنت حتى لو فكرت ترجع لاهلها بيردوها بالاكراه. فعلا. مش بي يعني مش بيوافقوها على اللي اتعمل. بالظبط. في الحضر لا، ده انا بهدل الدنيا. ايوه صح. فهنا المشكله بقى ان الاهل هناك بيعاونوا على تكمله البيت، اما هنا ما بيعاونوش على ده وبيساهموا يمكن في خرابه. فده الفرق. هي رغم ان هي انا مع حضرتك مظلومه، مظلومه اجتماعيا، لكن في حياتها هي مش مظلومه للدرجه. دايما يمكن مشاكل اللي حضرتك بتقولها، ان الاب بيوافق ساعات الاوائل والامهات، يعني اللي هم في مناطق بيوافق دايما على البنت تسيب جوزها وكده، دايما احساسهم بان البنت تركتهم فتره فعايزين يرجعوها لحضنهم، ولا احساسهم بالشهامه وازاي بنتنا تتهان وكده. هو بيبقى في الاول، في اول مراحل بس، بيحس ان هو ايه، دي جزء منه وجزء من كرامته، وحد هانها، فابتدى الاتجاه يجي ناحيته شوية، او الكلام يجي عليه هو شوية. لا انا دافع عن ده. طب خليني اقول لحضرتك مع شكل حد بعد فترة من الانفصال. الاهل نفسهم اللي هم كانوا شركاء في الانفصال ده بيبقوا عاملين ازاي بالنسبة لبنتهم؟ هي اللي كانوا بيدافعوا عنها ويقاتلوا عنها، بتلاقيهم بقى شوية شوية ضدها، وشوية شوية هي نفسها بعد ما كانت عندها قناعة ان هي ايوه خدت بقت القرية. ايوه ضد نفسها. ايوه بالظبط. انا ايه اللي انا عملته وايه اللي هما بيعملوه معايا دلوقتي ده وايه التصرفات دي؟ طب ما كمل الاول. اذا انا عندي فرصة من الاول اراجع نفسي وابتدي افكر بشكل اقوى ان ازاي محدش يبقى ليه تدخل في حياتي الشخصية الا للضرورة القصوى. يعني لما يحصل، احنا بالنسبة لنا احنا في الاستشارات، اول ما بيحصل حاجة زي مد الايد، يعني الزوج يضرب الزوجة، ببتدي ايوه اقول له صح. هو ده لازم تدخل الاهل. لكن غير كده المشكلات اليومية المستمرة ما هتستمر مدى الحياة. طب خليني بقى لفت نظري انت النقطة، خليني اسألك، حوار الضرب اللي بيحصل ما بين يعني ان دلوقتي دايما في اوقات كتيرة قوي الزوج بيضرب زوجته، تمام، وفي تطاول بقى، فبيحصل ان هي كمان بتبتدي تضربه، والعملية بتبقى اضعف في ضرب. طيب يعني الموضوع ده بيوصل ليه؟ ليه بيوصل لكده؟ ما احنا كنا كويسين في يوم الخطوبة يعني. ما هي دي برضه نفس النقطة. أرجع تاني مع حضرتك، النشأة. النشأة في الأساس إن الأب كان بيتعامل مع الأم بالنسبة للولد بنفس الطريقة. يعني هو كان بيشوف إن والده، فهمت قصد حضرتك، تمام، والده بيضرب والدته، والدته. فالوضع بالنسبة له مباح، فبيجي يمارس ده، يضرب زوجته أول ما تغلط، فبيلاقي في زوجة بتقبل ده وبتكمل حياتها على كده وبتبقى خلاص هي راضية باللي هي فيه، وفي زوجة تانية بترفض ده وممكن ترد الضرب بضرب. ليه؟ لأن هي ما شافتش ده، وهي اتعلمت إن كرامتها أعلى حاجة وإن ما ينفعش حد يعمل كده، فتبتدي تواجه الضرب بضرب. بس تمام. فهي القصة راجعة للنشأة يعني. طيب انا حابه قبل ما اختم بس ان حضرتك تقول لي او توجه كلمه للشباب اللي هم داخلين على الجواز بقى، وكل بنت وكل ولد يعني بيفكروا يتجوزوا يعني. يراجعوا نفسهم كويس، يسألوا كل واحد الطرف التاني ايه عيوب؟ ايه عيوبك وايه حياتك نشأتك وايه افكارك فيما بعد. الاسرة عايز تكونها ازاي؟ عايز تخلي ابنائك عاملين ايه؟ عايز تخلي حياتنا احنا الشخصية عاملة ايه؟ عندك هدف في حياتك ولا ما عندكش هدف؟ لان دايما بنقول ان البني ادم اللي ما عندوش هدف في حياته هو سلمة لاهداف الاخرين. فلو انت ما عندكش هدف في حياتك، فكر، واحنا في فترة الارتباط البسيطة دي لحد ما ندخل على الحياة الكبيرة،
لان الحياة الكبيرة مش شركة ان اللي فيها ممكن يكسب او يخسر، لا ده انت شركة لحد اخر العمر. لازم نتعاون اكتر، لازم كل واحد فينا يساعد التاني وقت ما انا احتاج لك، لان احنا مش شركة زي ما انا قلت ماديين وخلاص، لا ده احنا شركة في كل حاجة في الحياة، حتى في الابناء، حتى في الصحة، حتى في الحب، شركة في كل حاجة في كل لحظة في حياتنا، فلازم ادافع عنها بكل نقطة عندي. حياتك ملكك لوحدك، مش ملك حد تاني، يعني ما تشركش حد تاني في حياتك، ولا حتى في الاختيار، ولا حتى في حبك، ولا حتى في كلامك مع الطرف التاني. حياتك مقفول عليها انت وهو بس، علشان تكمل لحد اخر اليوم. طيب استاذ احمد هاني، انا بشكرك جدا. استاذ احمد هاني مدرب تنميه بشريه ومستشار اسري، انا بشكرك جدا شكر جزيل على الكلام الرائع ده، ويا رب كل الشباب يعني يكونوا يستفيدوا منه، حتى اللي مش مرتبطين حتى بعد كده يحطوه في اعتبارهم فيما بعد كده، لان اكيد هم الموضوع مش موضوع حب وخلاص، الموضوع موضوع ان انت بتكون اسره، بتكون انسان ممكن يشوفك، يا اما انت كويس مع زوجتك او العكس طبعا، ويطلع طفل سوي يا اما ما يحدث ذلك. يعني اعزائي المستمعين والمشاهدين في كل مكان، بشكركم شكر جزيل على استماعكم النهارده لحلقتنا بعنوان جوازه صيني. تصبحوا على الف خير وسعاده، معكم مارين عاطف من قناه الطريق. Not available. Please leave a message after the beep.